الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أود أن أتوجه بالشكر الجزيل للجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان على إتاحة هذه الفرصة لمشاركتكم أو إلقاء المحاضرة في جامع الراجحي. كما أود أن أشكر اللجنة الدينية المنظمة على حسن الاستضافة. هذه المحاضرة هي امتداد لمحاضرة يوم الأمس. يوم الأمس كانت المحاضرة عن الوقاية من مرض السرطان، وهذه المحاضرة عن علاج مرض السرطان. ولكي نبدأ، يعني مرض السرطان هو يعني مصطلح السرطان هو عبارة عن أي نمو غير طبيعي للخلايا. الجسم بطبيعته سبحان الله وضع هناك جينات لتحطيم الخلايا عندما تنمو بازدياد، فعندما يزيد نمو الخلايا ولا يوجد هناك جينات تقضي على الخلايا الزائدة، فتنمو الخلايا بشكل مفرط وتؤدي إلى تكون التورمات. نحن في الطب وفي قسم الجراحة حين نحرص أكثر شيء على الوقاية والتوعية، حتى يعرف المريض الأعراض التي تظهر لديه والتي تنبئ بأن هناك خط أو أمر ما. طبعا حسب الإحصائيات الأخيرة لوزارة الصحة، وكان هناك إحصائيات حسب الأورام المنتشرة، فكانت آخر إحصائيات أكثر ورم منتشر بجميع الأعمار وجميع الأجناس هو سرطان الثدي، ويليه سرطان القولون المستقيم والسرطان الغدة الليمفاوية، ثم سرطان الغدة الدرقية، وسرطان الدم يأتي بعد ذلك، وسرطان الكبد والرئة، وسرطان الجلد، ثم في الأخير يأتي سرطان المعدة. طبعا ما هي الأعراض التي تظهر والتي ممكن أن تنبئ بوجود أو بوجود ورم في الجسم؟ طبعا تختلف باختلاف العضو المصاب، لكن هناك أعراض عامة إذا ظهرت لدى المريض فممكن أن يحرص على زيارة الطبيب، مثلا إذا كان هناك ارتفاع غير مبرر لدرجة الحرارة، نزول في الوزن أو زيادة في الوزن غير طبيعية في فترة زمنية قصيرة، أو تغير في الصوت، أو كحة مع دم، أو مثلا نزول دم مع البراز، أو بالنسبة للسيدات إذا كان ظهور أورام في الثدي، بالنسبة للرجال إذا كان هناك تقطع في البول فهذا ينبئ أنه هناك مشكلة في الغدة البروستات. فالأعراض تختلف باختلاف الجزء العضو المصاب وباختلاف مرحلة ودرجة الورم. أنا هنا حرصت إنه إذا ظهرت لديك أعراض ماذا تفعل؟ فهناك الفحوصات الطبية التي لابد أن تعمل حسب آخر توصيات من الجمعيات الأمريكية والبريطانية. فكان هناك بالنسبة للرجال، الرجال طبعا إذا ظهر دمع في البراز أو كان هناك ظهور للبواسير فلا بد أن يعمل منظار،
وإذا لم يظهر أعراض فهناك لابد أن الرجل يحرص على عمل منظار تنظيري للقولون، يبدأ ذلك من سن 50. بالنسبة للنساء، النساء هناك سرطان الثدي، فالتوصيات الأخيرة أنه يعملوا أشعة للثدي لما تصل إلى سن 40. وبالنسبة للبروستات، الرجال ينصحوا أنه لما يوصل إلى سن 50 يحرص إلى زيارة الطبيب بحيث أنه يعمل له فحص في هناك أنزيمات للبروستات أو هرمونات تفرزها البروستات، فممكن ترتفع في حال حدوث سرطان البروستات. فهناك الآن كيف نكتشف الأورام؟ نكتشفها بالفحص السريري، وهناك أشعات مساندة ممكن أن نعملها. أكثر أشعة ممكن نعملها هي بالنسبة للصدر، هي أشعة للصدر، وهناك التوصيات الأخيرة أن تعمل أشعة الصدر في حال حدوث أعراض أو كان الشخص مدخن فترة طويلة. بالنسبة للقولون نعمل منظار لما يوصل إلى سن 50 أو يظهر أي دم في البراز. بالإضافة إلى ذلك، في أي فترة تظهر أي نكتشف أي أورام بالفحوصات، نتجه بعد ذلك إلى تحديد درجة الورم، لأن هناك درجات للورم تبدأ من الدرجة الأولى وتنتهي بالدرجة الرابعة، ورابعة معناته منتشر في أجزاء كبيرة من الجسم. فهناك في سرطان، أنا ححر أتكلم عن سرطان القولون المستقيم لأن هذا الشهر هو شهر التوعية بسرطان القولون المستقيم. فبعد عمل فحوص أو منظار للقولون أو فحص دم للبراز، نتجه بعد ذلك في حال اكتشاف أي ورم إلى عمل أشعة مقطعية وتحديد درجة الورم. بالنسبة لسرطان الثدي، بعد الفحص السريري للثدي لما يكون هناك يظهر أعراض لدى المرأة أو وجود كتلة، فنعمل أشعة للصدر، يسمونها أشعة الماموغرام أو أشعة تصويرية للصدر، فعند اكتشاف كتلة فيتم بعد ذلك تحديد نوع الكتلة هذه بأخذ خزعة من الكتلة، ويتحدد بعد ذلك نوع الورمة، إما حميدة أو ورمة خبيثة. فبعد ذلك في حال التأكد من وجود ورم خبيث، يتم تحديد درجة الورم بعمل أشعة مقطعية للجسم. بالنسبة لتشخيص سرطان الرئة، تشخيص سرطان الرئة هو بعمل أشعة للصدر في حال إذا كان الشخص مدخن فترة طويلة 15 إلى 20 سنة، أو في حال حصل هناك أعراض مثل شخص عنده كحة مزمنة أو نزيف مع الكحة، ففي هذه الحالة نعمل أشعة للصدر، وبعد ذلك في حال اشتباه، حدوث أي اشتباه في الأشعة السينية للصدر، يتم عمل أشعة مقطعية، وفي حال وجود أي ورمة في الرئة يتم أخذ عينات للتأكد من نوعية الورم. بالنسبة لسرطان الغدة الدرقية، وهو من السرطانات المنتشرة في المملكة، يتم تشخيصه بحيث الشخص يشعر بأعراض غريبة مثل انتفاخ في العنق أو تغير في الصوت أو حدوث كتمة أو بحة في الصوت أو استيقاظ غير مبرر أثناء الليل. ففي هذه الحالة نتم الفحوصات السريرية لمنطقة الرقبة وعمل أشعة صوتية، وبعد ذلك في حال وجود أي عقدة في الغدة الدرقية يتم أخذ عينة، وفي حال يتم تحديد نوع العقدة إما تكون حميدة وخبيثة، ونتحدث بعد ذلك في ماذا يعمل. بالنسبة لسرطان المبيض، طبعا سرطان المبيض هو من السرطانات المنتشرة، ولا يوجد أعراض معينة لسرطان المبيض، لكن تشعر السيدة بآلام في البطن، زيادة مفرطة في الوزن أو نقصان في الوزن، أو في بعض الأحيان تكون السيدة يعني تشعر تكون متزوجة ويكون هناك عقم غير مبرر، فيتم بعد ذلك عمل الفحوصات اللازمة.
بالنسبة لسرطان البروستات، سرطان البروستات يشعر الشخص بأعراض، وهذه الأعراض هي عبارة عن احتباس في البول أو عدم خروج كامل للبول أو دم مع البول أو دم أثناء الجماع. في هذه الحالة يعني يتم إجراء على المريض أن يتجه إلى الطبيب ويتم الفحص السريري، وبعد ذلك يتم إجراء الأشعة للبروستات وأخذ العينة. طبعاً هذه الأعراض هي تكون منتشرة أو بعد سن 50، فلا يعني أن ظهور هذه الأعراض معنى أن هناك ورم خبيث، لأن هناك أورام حميدة في البروستات تسبب نفس الأعراض، احتباس في البول أو ذهاب إلى الحمام بشكل متكرر أثناء الليل. طبعاً سوف أتحدث عن العلاج لأمراض السرطان المنتشرة، لأن السرطانات هي موضوع كبير جداً، لكن سوف أتحدث عن كيف ما هي الكيفية أو العلاج السرطان. هناك أهداف يجب أن تتحقق عندما نريد أن نعالج مرض السرطان. فإذا كان السرطان في مراحل الأولى، فالهدف لابد أن يكون القضاء على الخلايا السرطانية، وذلك إما كان بالعلاج الكيميائي أو بإجراء العملية الجراحية. وبعد ذلك، بعد إجراء العملية الجراحية، يكون هناك علاج تكميلي، وهو إذا كان هنا حسب درجة الورم، إذا كان من الدرجة الثالثة أو الرابعة، الدرجة الثالثة أو الرابعة، فيجب أنه يعطى المريض علاج مكمل، سواء كان علاج كيميائي أو هرموني أو علاج إيميوني. فمثلا سرطان الثدي، سرطان الثدي بعد تحديد درجة سرطان الثدي، يتم في الدرجة الأولى والثانية يتم إجراء عملية جراحية، وبعد ذلك تعطى المرأة علاج كيميائي أو هرموني بناء على درجة الورم. فإذا كان في المرحلة الرابعة، فهناك المرحلة الرابعة معناته أنه منتشر في أكثر من عضو في الجسم، وفي هذه الحالة لا يوجد علاج جراحي، فالعلاج المتوفر هو العلاج الكيميائي أو العلاج الهرموني بناء على العينة. علاج سرطان القولون هو من السرطانات المنتشرة، ويأتي في الرجال وفي النساء في المرتبة الثانية. هو العلاج السرطان القولون علاجه ممكن، وتصل نسبة العلاج إلى 80% إذا اكتشف في وقت مبكر. فعلى أي مريض يشعر بأي أعراض، سواء كان دم في البراز أو ظهور للبواسير بدون أي سبب، فيجب عليه مراجعة الطبيب لكي يعمل أقل حاجة ممكن تعمل هو منظار للقولون، حتى يتم التأكد من عدم وجود أي لحميات أو أورام في القولون. عند اكتشاف سرطان القولون يتم أخذ العينة، من أي لحمية أو كتلة، وبعد ذلك التأكد أنها ورم خبيث أو ورم حميد. وإذا تأكد أنه ورم حميد خبيث، فيتم تحديد درجته بالأشعة المقطعية أو بالأشعة المغناطيسية. الدرجة الأولى والثانية هي علاج جراحي، لا يوجد أي علاج كيميائي. الدرجة الثالثة يتم إعطاء المريض علاج تكميلي كيميائي. أما الدرجة الرابعة، فالجراحة لا تعمل إلا إذا كان عند المريض أعراض تؤثر على حياته اليومية، أو عنده انسداد، في القولون، فنجري العملية في المرحلة الرابعة. أما في المرحلة الأولى والثانية، فيجب أن تجرى العملية. في المرحلة الثالثة إجراء العملية الجراحية ثم علاج كيميائي تكميلي. هذا بالنسبة لسرطان القولون. بالنسبة لسرطان المستقيم، وهو من السرطانات المنتشرة، يتم نفس الإجراءات، لكن سرطان المستقيم يختلف عن سرطان القولون أن نسبة شفائه أقل، ونسبة شفائه تصل إلى من 60 إلى 70% حسب درجة الورم.
فسرطان مستقيم عادة نبدأ العلاج في الدرجة، إذا كان درجة الثانية أو الدرجة الثالثة، بالعلاج الكيميائي والإشعاعي. وطبعاً العلاج الإشعاعي له مضاعفات، وأغلب المرضى لا يتقبلها. من المضاعفات اللي ممكن تحصل هو الإسهال المتكرر مع الدم مع البراز، والتأثير على القدرة الجنسية للرجل. فأغلب المرضى يرفض العلاج الإشعاعي أو ممكن يسبب العقم لدى الرجال، فأغلب الرجال يرفض العلاج لهذا السبب. ونحن نحاول قدر المستطاع أن نوعي المرضى أنه الإشعاعي الكيميائي هو يؤدي إلى شفاء المرض بنسبة كبيرة، ورفض العلاج معناته أنه عودة المرض أو انتشاره بشكل أسرع. فبعد العلاج الكيميائي الإشعاعي يتم إجراء العملية الجراحية بناء على نوع الورم، سواء كان يعني بعده عن فتحة الشر. من الأشياء التي نعملها مع سرطان القولون المستقيم إجراء فتحة إخراجية مؤقتة أو دائمة. مؤقتة طبعا، الفتحة الإخراجية المؤقتة وتسمى بالمفاغرة أغلب المرضى لا يتقبلها لأسباب اجتماعية، يعني هو معناته أن البراز يخرج من فتحة توضع في البطن لأسباب اجتماعية، سواء كان وجوده في المسجد أو الصلاة أو وجوده في اجتماع أو مع جماعة. لكن نحن نؤكد للمريض أنه هذه لا تؤثر كثيراً على العلاقات الاجتماعية ولا على حياة المريض اليومية، لأنه في أغلب الأحيان الفتحة الإخراجية المؤقتة هي عبارة عن مرحلة وسيتعداها المريض، ويتم إخفالها غالبا بعد الانتهاء من العلاج الكيميائي. هذا بالنسبة لسرطان المستقيم. إذا كان سرطان المستقيم وصل مرحلة متقدمة، يتم إعطاء العلاج الإشعاعي أو الكيميائي بناء على استجابة المريض. بالنسبة لسرطان الرئة، هو من السرطانات المنتشرة وعلاجه صعب. طبعا علاج سرطان الرئة هو علاج كيميائي لبعض أنواع الأورام، وبعض الأورام وهو قليل يتم إجراء العملية الجراحية. في حال حدوث مضاعفات أو انتشار للورم، يتم القضاء على هذه المضاعفات. سرطان الغدة الدرقية منتشر، يأتي في المرحلة الثالثة والرابعة. طبعا علاجه جراحي عند اكتشافه، ونسبة الشفاء من سرطان الغدة الدرقية هو من 80 إلى 95%، بعض الأحيان تصل إلى أكثر من 98%. وبناء حسب درجة الورم، بعض المرضى يعطى علاج إشعاعي باليود المشع، ويتم عزله أثناء العلاج الإشعاعي لفترة. وهو طبعاً العلاج هو شافي بالنسبة للسرطان الغدة الدرقية عند حرص المريض وعند متابعته. بالنسبة لسرطان البروستات، سرطان البروستات هو منتشر أيضاً، ولكن يأتي في مراحل متأخرة في المملكة. علاجه في المراحل المبكرة هو جراحي، وفي بعض الأحيان علاجه كيميائي أو هرموني. وأما في المراحل المتقدمة عند انتشار الورم في الرئة أو انتشاره في العظام، يتم إعطاه علاج هرموني أو علاج كيميائي. فهنا نحن في الشؤون الصحية، وفي سواء كنا أطباء أورام أو أطباء جراحي، التوعية واكتشاف الأورام في وقت مبكر، لأن اكتشاف الأورام في وقت مبكر يؤدي إلى العلاج بنسبة كبيرة، يعني ممكن أن يوصل إلى العلاج إلى نسبة 80 إلى 90%، طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لعلاج الأورام المنتشرة. في طبعا من الأورام المنتشرة أيضا هو سرطان الغدة الليمفاوية وسرطان الدم. سرطان الغدة الليمفاوية
كيف يكتشف الشخص هو ظهور عقد غير طبيعية في الجسم، سواء كان تحت الإبط أو في العنق أو في منطقة العانة، يعني عقد يعني في أجزاء متعددة من الجسم. طبعا الطبيب يفحص المريض سريريا ويتم إجراء الأشعاعات وأخذ العينات، وعند التأكد من وجود سرطان الغدد الليمفاوية نسبة شفائه كبيرة حسب نوع الورم، ويعطى علاج كيميائي وإشعاعي. بالنسبة لسرطان الدم أو ما يسمى بإضاد الدم، هو ليس منتشر بشكل كبير في المملكة، هناك أسباب كثيرة سوف يتم التحدث غدا عن أسباب سرطان الدم، لكن علاجه حسب نوع الورم غالبا علاجه بالعلاج الكيميائي، هناك أنواع كثيرة من العلاج الكيميائي. نسبة شفائه حسب نوع الخلايا الموجودة. طبعا أنا لا أريد أن أكثر عليكم بالنسبة للعلاج وأساليب العلاج والأشياء العلمية، لكن أنا ما أود أن أحرص عليه في هذه المحاضرة هو عند حدوث أعراض غير طبيعية لدى الشخص من الأشياء التي ذكرتها، يفضل أن يزور أقرب مركز رعاية صحية، وسوف يتم تحويله إلى مراكز متخصصة لإجراء الفحوصات اللازمة، وبإذن الله سبحانه وتعالى يتم اكتشاف أي مشكلة وأورام في مراحل مبكرة حتى يكون العلاج أو نسبة إلى العلاج بنسبة كبيرة. طبعا هذا ما أود أتحدث عنه في المحاضرة، طبعا وإذا هناك أسئلة سوف نأخذ أسئلة الحضور. أول سؤال يقول: سمعنا أن الكاسات البلاستيك إذا أضيف عليها ماء حار تكون سبب للمرض، هذا صحيح وجزاك الله خيرا؟ طبعا لا ينصح باستخدام الكاسات البلاستيك لأنه فيها مواد كيميائية قد تضر بالجسم، يعني هذا ما أود أن أقوله، لكن ليس هناك شيء علمي مثبت أن البلاستيك أو كاسات البلاستيك يسبب أي نوع من الأورام، لكن ينصح بعدم استخدام الكاسات البلاستيك خاصة وضع الماء الحار فيها. طبعا هناك سؤال يقول: من عنده شك في سرطان القولون أو سرطان البروستات إلى أي جهة يتجه للتأكد ومعالجته إن وجد؟ طبعا أنا ذكرت أنه سرطان القولون العرض الأعراض اللي ممكن تظهر لدى المريض ويشك أن هناك سرطان قولون هو ظهور دم في البراز أو تغير في الإخراج، يعني بعض المرضى يكون عنده إسهال وإمساك أو آلام في البطن أو انتفاخ في البطن، عند وجود أي اشتباه يتجه المريض إلى أقرب مركز صحي، والمركز الصحي حيعمل له تحليل بسيط وهو تحليل عبارة عن اكتشاف الدم في البراز، إذا وجد أن هناك دم في البراز سوف يتم تحويله إلى أقرب مركز متخصص لإجراء المنظار. أما بالنسبة للبروستات، البروستات أعراض البروستات أو أورام البروستات سواء كانت حميدة أو خبيثة مثل ما ذكرت هو عبارة عن تكرار في التبول أو صحيان المريض أكثر من مرة في الليل، أو ظهور دم في البول، أو ظهور دم أثناء الجماع. إذا توفرت أي هذه من هذه الأعراض يتجه المريض، يتم إجراء فحص شرجي، في حال اكتشاف أن هناك تضخم في البروستات يتم تحويله بإجراء أشعة ثم أخذ خزعة، في حال
التأكد من أن هناك ورم سوف يتم تحويله للمراكز المتخصصة. هنا سؤال يقول أن الأمار بيد الله، ولكن في حالة سرطان الغدة الدرقية مع انتشار العقد الليمفاوية وتم الاستئصال بالكامل. سؤالي طبيا، يعني هو يسأل هل كم ممكن أن يعيش المريض الذي عنده سرطان في الغدة الدرقية وكانت منتشر في العقد الليمفاوية. معناته إذا انتشر سرطان الغدة في العقد الليمفاوية وصل إلى المرحلة الثالثة، فهناك يتم إجراء عملية جراحية باستئصال الغدة مع العقد الليمفاوية، ثم يعطى المريض بعد ذلك علاج يود مشع. نسبة العلاج كبيرة، تصل من 70% إلى 80%. سرطان الغدة الدرقية هو من السرطانات، يعني نحن نعدها من السرطان أو الورم، هو ورم خبيث، لكن علاجه يتم بشكل كبير، يعني ممكن يوصل نسبة العلاج والشفاء في سرطان الغدة الدرقية من 80% إلى 85%. فأنا أريد أن أطمن الأخ أنه إذا حصل العلاج الكامل فبإذن الله سبحانه وتعالى يكون الشفاء التام. لكن أود أن أشير إليه أنه يجب عليه مراجعة الطبيب بشكل كامل سنويا، يتم إجراء فحوصات للغدة الدرقية وأشعات ليتم التأكد من عدم عودة الورم. طبعا هناك سؤال آخر يقول علاقة البواسير والسرطان وكيف يعرف. طبعا ظهور البواسير خاصة في سن متقدم من 40 فما فوق مع وجود دم هو لا يعني وجود سرطان بالتأكيد، لكن يجب أن نحرص أو أن نعمل فحص للتأكد من عدم وجود السرطان، لأنه السرطان القولون وسرطان المستقيم من أهم الأسباب الذي ممكن أن يؤدي إلى حصول البواسير. وهذا طبعا نحن نواجه هذه المشكلة في تخصصنا. طبعا يظهر للمريض البواسير ويتجه إلى بعض العيادات الخاصة ويتم إجراء عملية البواسير، وبعد ذلك تعود له البواسير مرة أخرى ويكتشف بعد ذلك وجود ورم أو وجود سرطان في المستقيم، ويكون اكتشافه في وقت متأخر. فهناك علاقة بين ظهور البواسير أو الدم في البراز وسرطان القولون. طبعا هناك سؤال هنا يقول الحموضة أو الارتجاع ما مدى تأثيره على الحنجرة مثل بحة الصوت وصعوبة في البلع إلى حد ما. الحموضة أو الارتجاع لها أسباب كثيرة، منها ارتخاء الصمام الذي يربط المري بالمعدة. طبعا نحن لما عند وجود أعراض مثل الارتجاع أو مثل الحموضة يتم عمل فحوصات. أولا طبعا نحرص أنه أكل المريض وطبيعة الأكل صحية، فأنا أنصح المريض عنده حموضة أو ارتجاع أن يقلل من شرب القهوة والشاي، لأنها تؤدي إلى ارتخاء الصمام الرابط بين المريء والمعدة. كما ننصحه بأن يكون العشاء مبكر، فوجبة العشاء تكون قبل أن يذهب إلى الفراش أقل شيء بساعتين إلى 3 ساعات، ويكون بعد أخذ الوجبة في وضع منتصب، يعني جالس ما لا يسترخي، لأنه هذا يؤدي إلى الارتجاع، يؤدي إلى الارتجاع الأكل أو ارتجاع الإفرازات الموجودة في المعدة.
هل هناك علاقة للارتجاع والأورام؟ طبعا هناك الارتجاع ممكن يسبب تغير في خلايا المريء، لكن ليس بالضرورة أن وجود الارتجاع معناته وجود ورم. أواني الميلامين والميكروويف هل هي مضرة؟ طبعا أنا لا أحمل الإجابة لهذا السؤال، لأنه لا يوجد شيء علمي مثبت أن أواني الميلامين أو الميكروويف ممكن أن يؤدي إلى أشياء مضرة أو إلى أورام حتى الآن. وهنا سؤال يقول: القصدير ما مدى ضرره علما بأنه يستخدم في تغليف الأغذية خاصة وهي حارة، كذلك المايونيز والكيتشب مع زيون الطماطم؟ طبعا القصدير للحفظ، لحفظ الأغذية، لا يوجد شيء علمي مثبت أنه يؤدي إلى ضرر. كذلك طبعا المايونيز والكيتشب ومعجون الطماطم كلها مواد محفوظة، فأي شيء في مادة محفوظة أو محفوظ لفترة طويلة هو ضار بالصحة، لكن لا يوجد دراسة حتى الآن تؤكد علاقة الأغذية المحفوظة بحصول الأورام. هل كثرة الإمساك يسبب السرطان في القولون؟ طبعا الإمساك ممكن أن يكون عرض من أعراض أورام القولون والمستقيم، لكن هل بالضرورة الشخص، يعني لما نعمل فحص القولون المستقيم أي شخص عنده إمساك أو إسهال أو دم فننصحه بأن يعمل منظار، إذا استثني أنه لا يوجد ورم في القولون المستقيم يتم إعطاء ملينات، لأن الإمساك ممكن أن يؤدي إلى حصول نتوءات في القولون المستقيم. النتوءات ممكن أن تسبب مشاكل في المستقبل كالتهابات في القولون المستقيم، أو لا سمح الله في بعض النتوءات التي تحصل في القولون المستقيم. طبعا لها مضاعفات كثيرة، لكن نسبة حصول المضاعفات عند وصول النتوءات أو الحصلات في القولون المستقيم من 15% إلى 20%. فليس بالضرورة أن الإمساك يؤدي إلى ورم، لكن الإمساك هو عرض من أعراض الأورام. هنا سؤال يقول: كثرة الإعلانات عن كثير مأكولات والمنتجات أنها مسرطنة، ما توجيهاتكم؟ طبعا الأكل المحفوظ عموما يؤدي إلى ضرر بالصحة، ليس بالضرورة أنه أي أكل محفوظ يؤدي إلى حصول أورام، لكن هناك بعض الدراسات ولكن تشير دائما إلى أن بعض الأغذية المحفوظة مسرطنة، لكن عند عمل دراسات متكررة أو عدة دراسات لم يثبت حتى الآن أنه هناك علاقة وطيدة بين نوع من أنواع الأكل المحفوظ وسرطان معين، لكن عموما الأكل المحفوظ هو ضار بالصحة. هل تنصح بالتحليل المستمر وكم فترات بين كل تحليل وآخر؟ طبعا نحن نواجه مشكلة أنه كثير من المرضى يعمل تحاليل شاملة متكررة. أنا نصيحتي أنه التحليل الشامل أو ما يسمى بتحليل الدم الشامل والصورة الكاملة للدم والرئة والكبد تعمل عند الضرورة، يعني تعمل من سنة إلى سنتين عند عدم وجود أي داعي للتحاليل المتكررة. طبعا لما يعمل الشخص تحاليل أو صورة للدم أو تحاليل الدم ويجد هناك خلل، نعم نتابع تحاليل الدم بصورة مستمرة من 3 إلى 6 أشهر، بعض الأحيان كل سنة، لكن عند عدم
وجود أي خلل في التحاليل، فممكن للشخص أن يعيد التحاليل من سنتين إلى ثلاثة، ليس بالضرورة عمل تحاليل متكررة، لأن يترتب على أخذ التحاليل سحب دم، وسحب الدم طبعا إذا كان بكميات كبيرة يؤدي إلى نقص الدم في الجسم. طبعا هذا كل الأسئلة التي وصلت، هل يوجد أي أسئلة أخرى؟ تفضل. طبعا لو خرجنا من هذه المحاضرة، الكشف المبكر للأورام يؤدي إلى نسبة الشفاء بشكل كبير. نعم. طبعا كل الدراسات أثبتت أنه هذه احنا نسميها يسموها التدخين السلبي، يعني بس في سموكر، الشخص الجالي الذي يجلس جنب المدخن يتضرر أكثر من المدخن، لأنه الدخان المنبعث من السيجارة أثناء النفخ تكون فيه مواد ضارة أكثر من المواد لما يسحبها الشخص إلى داخل الرئة. فعموما التدخين السلبي مضر بالصحة، والشخص الذي يجالس شخص مدخن تزيد نسبة إصابته بأورام، خاصة أورام الرئة، بنسبة كبيرة حتى لو كان مكان مفتوح. نعم. كل الدراسات أثبتت أنه مجالسة الشخص المدخن تؤثر على صحة الشخص المجالس. طبعا أود أن أشكركم على حسن الاستماع والحضور، وأود أن أشكر اللجنة الدينية المنظمة على إتاحة الفرصة لي، وأود أن أشكر الجمعية السعودية للأورام على تشريفي بلقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.